مصر أيضا ماضية في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على الأمن القومي المصري المقدس. ده برضو كان تأكيد من الرئيس أو رسالة من الرئيس في هذه الكلمة أيضا. يعني خلينا نتابع. كنا دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور أبدا إن ده معناه ضعف أو تهاون. لا هو ضعف ولا هو تهاون. لا تهجير، لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر. ده خط أحمر بالنسبة لنا.